صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون قدام انبي الساعه 8 بالليل على ملعبنا هنا، وبنفكركم بالاستوديو التحليلي قبل المباراه بساعتين على قناتنا قناه النادي الاهلي. فريقنا بيدخل ماتش النهارده وهو متصدر وبطل الدوري كالعاده برصيد 82 نقطه، وانبي في المركز الخامس برصيد 45 نقطه. يلا بينا. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون تاني ماتش المستر بيتسو موسيماني مع فرقتنا، اللي الحقيقه الراجل حظه سيء جدا. شفنا في الماتش اللي فات محمد الشناوي اتعرض لاصابه، وايمن اشرف كمان اتعرض لاصابه بس كمل بعديها الماتش، وكمان لاعبنا ياسر ابراهيم تعرض للايقاف، هيغيب عن ماتش النهارده قدام انبي ان شاء الله. مستر موسيماني في اول مباراه ليه اتكلم على حاجات كتيره قوي، بينت الفتره اللي فاتت هو كان بيعمل ايه والفتره اللي جايه هيكون عنده ايه ان شاء الله. الراجل بالنسبه لي اهم حاجه انه اتكلم في الحاجات النفسيه والمعنويه، وده الحقيقه اللي احنا محتاجينه جدا في الفتره اللي جايه. الراجل قال انا بقالي يومين ما لحقتش اشتغل في كوره خالص، والحقيقه الراجل شكر كابتن سامي قمصان على المجهود الكبير اللي عمله في ان هو ينقل له ظروف الفرقه فيها ايه واخر الاخبار وايه اللعيبه اللي جاهزه واللعيبه حالتها ايه وكل الكلام ده. الراجل حط ايده على حاجات مهمه جدا، اولها ان الاصابات كتيره جدا في الفريق وهو عايز يعرف ايه سبب الموضوع دوت. تاني حاجه كمان اتكلم على حاجتين، هو اداء كهربا واداء حسين الشحات ما كانش على المستوى المأمول بالنسبة له، وهو قال إن الحياة الاثنين لعيبة الكبار دول كان مستواهم متراجع إلى حد ما، وهو برر ده بإن الفترة اللي فاتت هم كانوا غايبين بقالهم فترة وما كانوش بيدوا أحسن حاجة. الراجل الحقيقه في المؤتمر الصحفي بعد ماتش المقاولين اتكلم على حاجات مهمه وكان جريء وواضح لما قال ان الاصابات عندنا فيها مشكله وعايز يعرف لها علاج، وكمان اللعيبه الكبار اللي في الفرقه زي حسين الشحات وكهربا كانوا مش في مستواهم، الاثنين اللي يعتبروا اهم عناصر مفاتيح اللعب في الفرقه، وبرر دوت بان هما الاثنين كان بقالهم فتره كبيره غايبين وما بيشاركوش بشكل مستمر سواء للايقاف او للاصابه. حاجه تاني برضو الراجل اتكلم عليها في المؤتمر الصحفي، وهي انه لسه كان بقاله يومين قبل ماتش المقاولين وما لحقش يعمل فيهم شغل كبير ولا اي حاجه كوره، وقال ان الاساليب او الحاجات الذهنيه اللي ليها علاقه بالمباريات والكوره اهم او في نفس درجه اهميه التدريبات والحاجات البدنيه اللي بيشتغل عليها. عشان كده كان عامل جلسه مطوله جدا مع اللعيبه قبل الماتش الاخير قدام المقاولين، قال ان هو قعد فيهم بيسمع كل اللعيبه بيقولوا ايه وافكارهم ايه ومشاكلهم ايه عشان يقدر يكون صوره عن الفريق قبل ماتش الوداد المهم جدا. احمد عصام، first congratulations to be here and we are glad to have you here in Italy. شكرا شكرا. When you yesterday you have a long meeting with the players. We need to know what the main taking points in that meeting. Thank you. Which meeting? With the player before the training yesterday. Oh, okay. Yeah, well, I'm only 2 days. You mean business? So I'm trying to put everything quick into my philosophy, and not only about the play about the game, also about I need them to understand the way I want them to play. But football is not only the physical side or the technical side. Football is also the mental and understanding how we do things. And I'm getting information of how they were doing things before. And I'm leaving the good things where I think I need to change. I'm slowly bringing that. And I need to hear them. I need to know what they think and how they feel. So I'm just in the process of listening, understanding before I can do anything. I'm just listening now. I'm just listening. I'm listening to the players. I'm listening to Samir. I'm listening to Sammy. They're important for me. I'm listening to the doctors because why we have so many injuries? What happened? What happened? Something might have happened wrong, man. We can't have so many injuries, you know. Did we manage the injuries very well? And I respect the previous coach. I mean, he's a big coach. I respect, but I need to make sure that we arrive in Casa in good shape, and the return leg, we should try and finish.
بص، هو السؤال بتاع حياتك الاجتماع كان في اجتماع مطول امبارح مع اللاعبين، ايه اهم النقاط اللي اتكلمتوا فيها؟ فبيقول لك انا لسه جاي بقالي يومين، مفيش وقت طبعا ازود لهم خطط او احط لهم خطط افهمهم هتعملوا ايه، الوقت ضيق. انا كره القدم مش بس حته بدنيه وحته فنيه، في حته ذهنيه. انا حبيت بحاول قدر الامكان اظبط الحاجات اللي ممكن اظبطها في الوقت الحالي، يعني في حاجات متغيره اقدر اعملها. انا بسمع، بحاول اسمع واشوف بعيني، وباخد راي بعض المحيطين عشان ابقى عارف الدنيا شكلها ايه، وباخد راي بعض المحيطين والموجود مع الفريق قبل كده زي كابتن سامي قمصان، وبتكلم مع الدكتور عشان اعرف ايه سبب الاصابات. مش طبيعي الاصابات بتطول بالطريقه دي، وكان في مدرب قبل مني كان بيشتغل كطريقه مختلفه، بشوف طريقته ازاي مع كامل احترامي ليه، مدرب كبير، بس انا حاول قدر الامكان ان اطلع انفذ الحاجات اللي اقدر اعملها في الوقت الضيق ده عشان ما نوصل لكازابلانكا، نوصل واحنا نقدر نحقق نروح بافضل شكل افضل شيء واحنا رايحين هناك، ونحقق افضل نتيجه عشان ما نرجع نقدر نكسب او شاء الله في مجموعه الماتشين ونتاهل للدور النهائي. الراجل بدأ الماتش اللي فات بطريقة 4-2-3-1 بالتشكيل اللي أعتقد إنه ممكن هيبدأ به ماتش الوداد، وهو الراجل شايف إن دي أحسن تشكيلة بالنسبة للفريق، باستثناء طبعاً علي معلول اللي واخد أجازة ومسافر، وكمان أليو ديانج اللي كان على الدكة وممكن نشوفه أساسي مكان حمدي فتحي أو حاجة. لكن للأسف لعنة الإصابات ضربت الفريق برضو مرة تانية، في إصابات جديدة حصلت في الماتش اللي فات زي محمد الشناوي اللي لاعب مهم جدا وربنا يستر ان شاء الله والاصابه تكون خفيفه، يعني قالوا كان في حاجه في الضمه كده ان شاء الله دي بتاخد حوالي اسبوعين غياب، وان شاء الله نشوفه موجود مع الفرقه قبل ماتش الوداد. كمان ايمن اشرف اتعرض لاصابه كانت قلقت الراجل في الماتش اللي فات، وقال في المؤتمر الصحفي انا خفت على ايمن اشرف جدا لان احنا ما كانش عندنا حد تاني بديل ينزل في الحته دي. وكمان ياسر ابراهيم اتوقف ومش هيكون موجود في ماتش النهارده، وانضم بقى للغيابات الكتيرة قوي خاصة في خط الدفاع زي متولي وربيعة وسعد سمير، والحقيقة المنطقة دي بقى عندنا فيها مشاكل كبيرة جدا. ونضم بقى للمستشفى اللي فيها سعد سمير ورامي ربيعة ومحمود متولي، والحقيقة منطقة الدفاع عندنا فيها مشاكل كبيرة جدا قبل ماتش الوداد اللي جاي. لكن الراجل عمل مسكن كده وحل مؤقت عشان الكام ماتش اللي فاضلين في الدوري، وقرر يصعد 5 ناشئين مرة واحدة يتدربوا مع الفريق الأول عشان يكون عنده حلول يقدر يدفع بيهم في المباريات اللي جاية، وأولهم قدام إنبي النهاردة إن شاء الله. بعيدا بقى عن المشاكل اللي عندنا والغيابات والاصابات والحاجات الكتيره جدا وماتش الوداد اللي بنفكر فيه، عندنا النهارده ماتش مهم قدام انبي. اهميه الماتش ده بترجع ان احنا محتاجين نكسب الماتشات اللي جايه، احنا محتاجين 7 نقط من ال3 ماتشات اللي فاضل لنا عشان نضرب الرقم القياسي اللي اتحقق باكبر عدد نقط حققناه في مسابقه الدوري لما وصلنا ل 88 نقطه في موسم 2017-2018. محتاجين 7 نقط يعني فوزين وتعادل مثلا من ال3 ماتشات دي، وان شاء الله نحقق الرقم القياسي. ماتش النهارده قدام انبي مش هيكون سهل، لان انبي قدر ان هو يحافظ على سجله بدون هزيمه في اخر 4 مباريات. شفنا في الماتش الاخير اتعادل مع اف سي مصر 1-1، وقبلها كان كسبان المقصه والاسماعيلي والاتحاد السكندري كمان. ماتش النهارده هيكون في حاجات كتيره جدا مستر موسيماني ممكن يجربها زي اللعيبه الشباب اللي انضمت مؤخرا لقائمه الفريق. وقبل ما نختم مستني رايكم عن توقعاتكم لمستقبل موسم موسيماني اللي جه فيه في الفتره الاخيره. الراجل اتكلم وقال احنا لسه قدامنا بطولتين، مسابقه الكاس ومسابقه دوري ابطال افريقيا، يا ترى هيكسب واحده فيهم بس ولا هيكسب الاثنين ونتوج بالثلاثيه الموسم دوت؟ مستني تعليقاتكم في الكومنتس عن توقعاتكم لمستقبل موسيماني في الموسم، وهنتناقش فيها ان شاء الله الحلقه الجايه قبل ماتش بيراميدز يوم الاحد. ويلا يا اهلي.